اهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اجمل بدايه، اجمل حكايه من مشيئه الرحمن. انت اكبر من رمسيس، انت اكبر من ليبرتيتي. اخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كره، هذه كرة الإبداع. الدربي يبدأ مبكرا. بعثة فريق الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وصلت امبارح إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. الفريق خاض تدريباته الأخيرة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة وأنهى استعداداته قبل السفر لخوض المباراة. محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي حصل على جائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بناء على تصويت الكاف عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا. محمد عبد المنعم نال 79.7% من الأصوات مقابل 18.7% للناميبي بيتر شالوليل مهاجم سان داونز الجنوب أفريقي. الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن امبارح عن القائمة اللي هتخوض مباراة سيراميكا النهاردة على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز. القائمة اللي أعلنها الجهاز الفني شملت ظهور أحمد سيد زيزو بعد تعافيه من إصابة التواء الكاحل وغياب أحمد فتوح بسبب استمرار معاناته مع ألم الظهر. أوغست بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قال إن الفريق بيعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة ببطولة أفريقيا أمام البطل لا بال في موزمبيق في المباراة اللي هتقام النهاردة. المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي اللي عقده امبارح جاهزون لمباراة فيرو فيارو ودايما ضربة البداية بتكون صعبة وجميع الفرق بتكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة. وقال كمان إن الأهلي هيخوض النهاردة أول مباراة في البطولة بالمسمى الجديد وبينتظر دعم جماهير الأهلي. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن امبارح بشكل رسمي فتح باب الترشح لاستضافة بطولتي كأس أفريقيا للمحليين 2024 ودوري أبطال أفريقيا للسيدات 2023 كاف، وقال في بيانه أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 6 مايو اللي جاي. وقال كمان أن الملفات المقدمة من طرف الدول الراغبة في تنظيم أي بطولة لازم أنها تتضمن أسماء الملاعب المضيفة وملاعب التدريبات وأماكن الإقامة ووسائل النقل على الترتيب. فريق وولفرهامبتون فاز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. حجز نادي وولفرهامبتون المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وكريستال بالاس في المركز 12 بنفس الرصيد. كمان فاز أستون فيلا على فولهام بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نفس الجولة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي تواجد أستون فيلا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة ونادي فولهام في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة. اتعادل فريق ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي بنتيجة 1-1 خلال المباراة اللي جمعتهما امبارح على ملعب آيلاند رود، وبالنتيجة دي حجز نادي ليدز يونايتد المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة وليستر سيتي في المركز 17 برصيد 29 نقطة. نادي توتنهام كشف امبارح ان لاعبي الفريق سيعودون قيمة التذاكر للمباراة اللي انتهت بهزيمة صعبة بنتيجة 6-1 امام نيوكاسل يونايتد على ملعب سان جيمس بارك الى مشجعي النادي. كمان اللاعبة اعتذرت عن ادائهم وقالوا ان هم هيعملوا كل ما بوسعهم لتصحيح المسار
وهيقاتلوا لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي قبل 6 مباريات من النهاية. أدت الهزيمة كمان إلى إقالة المدرب المؤقت كريستيان ستيليني، وتولى رايان ميسن المسؤولية حتى التعاقد مع مدرب دائم. فريق جيرونا اكتسح نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الأسباني. بالنتيجة دي بيتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الأسباني، بينما يتواجد جيرونا في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 41 نقطة. خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لمصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.